بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في موقع getiteasy.net. بعد ما شفنا كونترانت تشيك، قلنا غادي نشوفوا الكونترانت اونيك. هاد الكونترانت اونيك اشنو هو؟ هاد الكونترانت اونيك كيلعب ليا الدور ديال بريميري كي، ولكن هو ماشي بريميري كي. سيتادير يعني نمشي باغ اكزومبل ندير دروب، نمسح هادشي كامل وناخد هادشي وندير دروب تيبل تي ان باش نمسح هاد الطابل كاملة. سي بون، دابا غادي نمشي نزيد اجوتي واحد لو شون لي هو كود لو تيب ديالو فارتشار 50، ولكن غنعطي الكونترانت اونيك. سيتادير كو انه ها هو الاي دي عندي بريميري كي، ولكن هاد لو كود عندي لو دغوا باش ندخلو مره واحده، مابقاش عندي الحق فيه مره اخرى، مابقاش عندي الحق فيه مره اخرى. سيتادير يعني مثلا دخلت انايا الكود مثلا او 415، جاتني واحد لونغوجيستريمون بيعطيني نفس الكود او 415، غادي يجينيري لي واحد ليكسيبسيون، وغادي نشوفو هادشي اونصومبل. دونك اشنو غادي ندير؟ غنمشي نكري لا طابل، ما ندير الدروب الطابل تصوبات في الانسيرسيون. غادي نزيد قلنا لو كود اللي هو غنعطي با اكزومبل او 415 با اكزومبل، انسيرت سيليكت اول فروم، غيعطيني لو كود او 415. غادي نمشي نعاود، غادي نبدل بريميري كي، ولكن غادي ندير هنا 415 كذلك. خليه في الفورماسيون، هاني بدلت بريميري كي ولكن درت ليه 415. اشنو عطاني؟ قالك فاليداسيون كونترانت اونيك كي، دونك انه ما عندكش لو دغوا، او قالك لانستركسيون ا ايتي اريتي، دونك انه ما عندكش لو دغوا تعاود هاد لو كود. غير شي واحد يقول لي علاش ما نديروش توا بريميري كي؟ الا درنا الاي دي والكود بريميري كي، يعني الا بدلت الاي دي واخا نخلي نفس الكود غادي يخدم، ما غاديش تعطيني كود، ما غاديش تعطيني ليرور. ولكن الا قلت ليه اونيك واخا نبدل هادشي كامل ونخلي هادو بحال بحال، غيجينيري ليا اكسبسيون بانه راه ما عندكش لو دغوا تعاود هذاك نفس لا فالور نتاع داك لو شون بليزيوغ اولا لا دو فوا في لي زونغوجيستروم، في لا ليست تاع لي زونغوجيستروم. الا بدلت دابا درت 416 بيان سور غادي يدوز سون بروبليم. دونك سيليكت اول فروم تي ان هي او 415 او 416. دونك ان الكونترانت اونيك شنو كيدير؟ كيمنع ليا باش نعاود لا فالور نتا واحد لو شون دو فوا ولا اكثر في لا ليست نتا لي زونغوجيسترومون ديالي. حتى لهنا كنكونو شفنا الضوء تاع اونيك. في الفيديو الجاي غادي نشوفو اخر كونترانت اللي هو كونسترانت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.